ايضا اذا كنا بنتكلم عن الشكر فيجب ان نشكر اداره القناه الحقيقه، صحيح، المهندس سيف الوزير اللي له دور كبير جدا في كل هذه الامور، واداره القناه بالكامل الحقيقه اللي كان قدرت ان هي توظف الامر بشكل زي ما حضراتكم شايفينه كده، ان بيتم اذاعه كل هذه اللقطات بيتم اذاعتها على قناه ريال مدريد. وبالتالي وبعد قليل بقى هنجيب لحضراتكم العكس، هنجيب لحضراتكم كواليس نادي ريال مدريد، وهو زي ما قلت لكم في المطار، وهو ايضا في التدريبه الاخيره هنجيبها لحضراتكم. زي ما كابتن هاني قال واشار ان بيبقى دايما شعار النادي الاهلي وانتشار شعار النادي الاهلي في العالم كله الحقيقه حاجه محترمه جدا. كان معمول تقرير حوالي اكتر من هذه كواليس ايضا، كل ده بيتابعه يعني كل الراجل بيتابع وهو بيشرح النادي الاهلي بيوصل ازاي. ودي بقى دي كواليس ريال مدريد بقى ريال مدريد. يعني دي كواليس نادي ريال مدريد وهو بعد انتهاء المران ووصول اللاعبين او ذهاب اللاعبين بعد انتهاء المران وذهابهم الى الاتوبيس زي عندنا بالظبط، الشكل اللي هم رايحين الاتوبيس علشان يركبوا الاتوبيس ويسافروا الى وجماهير النادي الاهلي مش هيشوفوا الكواليس دي في اي حته غير هنا في قناه النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو عنده الحصر في هذه الانتقالات وهذه الكواليس، وبالتالي زي ما احنا بنعيش جماهير النادي الاهلي في المباراه وفي الكواليس، هناك كمان كان عندهم اهتمام كبير جدا ان هم كمان يعيشوا في هذه الكواليس ويتكلموا. يعني لما شفنا الصوره اللي فاتت كان في تقارير وفي كلام عن النادي الاهلي عن انتقالاته وعن عن ارقامه، وبالتالي يعني تاني بقول مبروك لقناة النادي الأهلي، مبروك لجماهير النادي الأهلي هذه الشراكة، رغم أنها شراكة يعني على مستوى كأس العالم أندية، ولكن كفيلة جدا أن يكون فيها انتشار على المستوى العالمي إن شاء الله. الحقيقة ده مظبوط، لأنه في الحقيقة زي ما حضرتك قلت يا كابتن في بداية كلامك أنه اللعب مع الكبار، اللعب مع الكبار دائما يكون بهذا الشكل. الحقيقة ناس محترمة جدا، إدارة القناة هنا بعتت إيميل لإدارة قناة ريال مدريد، فورا إدارة قناة ريال مدريد ردت على قناة النادي الأهلي وقالت التعاون، احنا حابين جدا التعاون اللي يكون ما بيننا وما بينكم في نقل الكواليس، هتدونا قد إيه؟ هنديكوا دقيقتين وادونا دقيقتين. وكانت الأمور الحقيقة جميلة جدا إلى أن وصلت أن يكون زي ما حضراتكم شايفين، يعني بعد انتهاء مران نادي ريال مدريد بيطلعوا الاتوبيس، وكارلو انشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد وهيطلعوا الاتوبيس، وكانوا رايحين بقى على المطار، وبعد قليل لسه بتجيلنا الحاجه، لانه الحاجه دي لسه واصله لنا كابتن هاني، ما فيش من نص ساعه تقريبا، وده حالا دلوقتي من المطار يا كابتن هاني فريق ريال مدريد ومغادرته لمدريد العاصمه للذهاب الى الرباط عاصمه او الرباط في المغرب، لانه زي ما حضراتكم شايفين كواليس كل اللي بيحصل، بنجيب لحضراتكم كواليس النادي الاهلي وفي نفس التوقيت بنجيب يا كابتن هاني كواليس نادي ريال مدريد. حقيقي يعني شيء يدعو للفخر تاني، وزي ما بقول ده كل دوت قناه النادي الاهلي والقائمين عليها بيحاولوا يوصلوا افضل صوره لجماهير النادي الاهلي والجماهير المصريه. الحقيقه يعني دايما بنتكلم ان النادي الاهلي مشرف مصر، ودايما في المحافل الدوليه بيرفع اسم مصر كثيرا، وبالتالي كان توأمة او كان يعني تعاون مثمر جدا الحقيقه، وجه في وقته.